أمور كثيرة. بطاقة حمراء على مهدي عبيد، بطاقة حمراء، آخر لاعب تلقي. يعني شوف، في عهد الاحتراف هناك 11 بطاقة حمراء، 11 من النصر، طارق أحمد وإسماعيل بنقورة ومحمود حسن ومحمد نصرتي وعامر مبارك غانم. مهدي اعتذارك جميل وروحك عالية، أخطأت نعم ولكن أخلاقك عالية في اعتذارك لزميلك سفيان رحيمي. وأبندر الأحباب يطرد من العين، وكايو لوكاس ورادوي ومسلم فايز وإمرسون، كل هؤلاء طردوا في مواجهة الفريقين، لكن رحيمي شو تسوي؟